مرحبا بكم كاملين في لاشين ديالي الصغيره. كنتمنى انكم تابوناو عندي باش تشجعوا لي. الان ضغطوا على سبسكرايب ولا ابوني باش تشجعوا القناه الصغيره ديالي. وكنتمنى انكم تستافدوا معايا شويه، واللي عندي شي سؤال مرحبا بكم طرحوه في التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الأعزاء، في هذا الفيديو هذا غنهضر لكم على أهم الشعب المطلوبة حاليا في سوق الشغل. زعما عندها أفاق كثيرة في سوق الشغل في المستقبل، من بين أهم الشعب حسب كل جهة وحسب كاع المدن الكبار اللي فيهم الشعب المطلوبة في سوق الشغل. مثلا في جهة الدار البيضاء، أشنو هما الأفاق الأكثر طلبا في سوق الشغل؟ هما المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لطرح الخدمات في المرتبة الأولى. في المرتبة التالية السيارات والطيران والملاحة. في المرتبة الثالثة التجارة. غنقول لكم أشنو هما الشعب اللي كاينين في المعلومات والتكنولوجيا الحديثة وطرح الخدمات، وكذا الصناعة تاع السيارات والطيران والملاحة والتجارة والتوزيع. من بين التخصصات لا ديفلوبمون انفورماتيك، واللي هي اصلا معترف بها ديفلوبمون انفورماتيك في المرتبه الاولى، مع لا ريزو انفورماتيك، ديفلوبمون انفورماتيك ريزو انفورماتيك. شعبة اخرى لا تيليكوموند اللي هو تقلي متخصص في الاتصالات. كاين كوميرس، جيستيو دونتربريز، ديفلوبمون مونتي ميديا اللي هو الطبع والتمامة. كاين برودكسيو غرافيك، وكاين لا الفوغرافي. هادو كاينين في مدينة الدار البيضاء. ودابا غنهضر لكم على مجال الصناعة، خصوصا في مدينة الدار البيضاء، شنو هما التخصصات المطلوبة في سوق الشغل حاليا. كاين لا ديغلوستيك الكترونيك امباركي، كاين الكترو ميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. هاد الشعبة هادي كنصحكم بها بزاف، خصوصا الدراري راه هي مطلوبة في سوق الشغل. الكترو ميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. كاين حتى اوتوماتيزاسيون اي انسترومونتاسيون اندستريين. كاين اوديو فيزيان سون ايماج مونتاج، حتى هو مطلوب في سوق الشغل. فابريكاسيون ميكانيك هو مطلوب بزاف في سوق الشغل مع الالكترو ميكانيك. كاين الالكتريسيتي دو مانتلوس اندستري اللي هو كهرباء الصيانه الصناعيه. وكاين حتى سميتو مانتونوس دي ماشين اوتيل. كاين فابريكاسيون كاين سميتو لي ماشين اكوموند نوميريك. كاين تيكنو كوميرسيان en vente de visiers et pièces de rechange. Quelle réparation des organes à moteur option. Quelle diagnostic. Quelle la construction métallique. Construction métallique مزيان حتى البلا راه فيه الخدمه مزيان. والشعبه كاينه غير بالنيفو باك. كاينه في بركاس حتى هي بالنيفو باك. الكتريسيت دو مانتونس اندستري حتى هي بالنيفو باك. وكاينين التخصصات ديالهم حتى بالتكنيسيان سبيسياليزي. دونك هادو هما الشعب المطلوبة بزاف في سوق الشغل، خصوصا في الشمال والدار البيضاء، بالإضافة إلى بعد سميتو الشعب أيضا المطلوبة في سوق الشغل اللي ما ذكرتهاش في اللون، واللي هما لا جيستيون دونتربريز. كاين حتى هادي لا كومطابيليتي إلى فيرونس. كاين الكوميرس، هادو كاع مرتبطين بالكوميرس والمعلوميات، راه هما اللي مطلوبين بزاف في سوق الشغل. وكذا المطعمة والسياحة، هادو اللي مرتبطين بلا كوزين، لا جيستيون اوتيليير سميتو. هادشي كاع هادشي كامل اللي مرتبط بالفندقة والسياحة راه مطلوب بزاف في سوق الشغل. وكذا هادشي اللي مرتبط بالصناعة والتكنولوجيا، خصوصا صناعة السيارات، حيت المغرب ولا دابا سميتو على الصناعة. وايضا اخوتي غادي نهضر لكم على الشعب المرتبطه بالطاقه المتجدده. كما كتعرفوا العالم حاليا متجه نحو الطاقه الشمسيه، الطاقه المتجدده منها الطاقه الشمسيه. ومن بين الشعب اللي فيها لا تيكنيسيان سبيسياليزي اون افيكاسيتي انرجيتيك اوبسيو باتيمو. كاين تيكنيسيان سبيسياليزي اون سيستيم اويليون، تيكنيسيان سبيسياليزي اون سيستيم فوتوفولتير، تيكنيسيان سبيسياليزي اون سيستيم سولير ثيرميك. هاد الشعاب مطلوبين بزاف خاصة في سوق الشغل
مسؤولية مرتبطة بالطاقة المتجددة والخدمة حاليا كاين حيت كاين من بعد مشروع ديال النور في وردات، كاين دابا مشروع ديال النور آخر في ميدلت، كاين الفطاطا العيون طرفية بزاف، دونك كاينة الخدمة من هنا لقدام اللي باغي يدير هاد التخصصات كنصحو بيه حيت فيهم الخدمة من هنا المستقبل. ومن بين كذلك التخصصات اللي فيهم الدخل جيني سيفيل اوبسيو دو رود، وكاين حتى جيني سيفيل اوبسيو دو ترانسبور، وكاين حتى جيني سيفيل اوبسيو دو باتيمو، كاين لا كوندكتور دو ترافو بوبليك، كاين جيني سيفيل، كاين غروس اوفر، هادو فيهم الخدمه فيهم الخدمه. وهاد الشعب متخصصين شيئا ما بالدراري على البلاد، وهاد الشيء ما كان الدراري كنتمنى انكم تقبلوه عندي. انت اسف الى نسيت شي حاجه ولا باغي يسول على شي حاجه خصوصا في المدينه ديالهم، مرحبا به، قولها في كومونتير غنجاوبو ان شاء الله.